أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق. الله يرحمه. شو انت ما في على هالعيشة العمى؟ لك ما عاد يعرف الواحد كيف بده يموت. سقى الله ايام زمان كنا نموت ايمتى ما بدنا. ذكريات زمان. لعبة الذكريات. حظك يا ابو الحظوظ. الفين واربعتعش. اسمع شو مكتوب لك. في مثل هذا اليوم قام مجموعة من الشباب بتظاهرة مسرح الغرفة على الانترنت. ذكريات. 15 سنة. 15 سنة. خمستاشر سنة. نحن مثل ما بيقول الراوي بفيلم الليل، خطوة إلى الوراء وإلى الماوى. لك شو الحياة من بعدك يا فلسطين؟ شو دخل فلسطين؟ نحن في سوريا الجديدة. لو سمحت لي اسمها سوريا الديمقراطية والمدنية التي تتسع لجميع الطوائف. لو سمحت هاي سوريا التي ترفض التقسيم، سوريا الملونة، سوريا التي لا تقبل كل أنواع التطرف لأن إسلامها إسلام معتدي. سوريا الملونة. قديش كنا درويش وأغبياء، قديش كانت أحلامنا وردية بهالثورة. 2028. 15 سنة. 15 سنة. والله ودمروك يا بلادي. لك أوقات بقول الحمد لله الشهداء ما بيرجع بلا ما يشوفوا هالشوفة بيصور وشنا قدامهم، وأم الشهيد وأبوي الشهيد واللي فقد حبيب واللي فقد أخ واللي فقد طرف من أطرافه واللي فقد عينه، شو بدنا نقول له؟ لك أحياناً بقول يا ريتنا ما طلعنا بكل هالثورة. خلاص بقى.
خلاص ولا تحكي لنا عشان ما اشرطك بالنص ما وتعطونها. يا ريتك تعملها حاكم وحياتك تخوزات بكل شيء حتى بالموت ما عم تصبر معي وعم بتخوزها. زين مين شفت مبارك؟ مين؟ شفت جهاد معلي صورة لبشار الأسد هلأ قد هيك الله لا يرحمه. لك لسه في ناس بيعلقوا صورته صار له فطسان 15 سنة ولسه في ناس بيحبوه. بس ما قلت لي مين جهاد؟ جهاد ابن الفايز. مين فايز؟ فايز ابن الغسان. مين غسان؟ الغسان ابن الشريف. مين شريف؟ شريف شحالة. لا عمر هذا حفيد 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 حفيده من حبكي يرحمك الله يرحمك الله. شو مشي؟ لك لا بس انا هيك كل ما اجت سلك من حبكي بعطس. مو العلماء بيقولوا لك انه العطسه هي عباره عن جلطه جواتك لما بتعطس بتروح؟ انا هيك بصير معي. ما شاء الله عليك والله بدنا نحطك وزير ثقافة بسوريا الجديدة. أحسن شي عازمك على أكلة زيت وزعتر. هي الشي الوحيد الحقيقي في صفيان بكل سوريا. 15 سنة ما في زيت ولا في خبز. آخ لو نقدر نرجع بس هيك ندخل لجوات هي الورقة اللي بديدك نفوت لجواتها. بس نقدر نفوت لجواتها الذكريات. كنا تعلمنا من أخطائنا، كنا ما تخانقنا، ما حقدنا، ما غيرنا من بعض، كنا اتحدنا، هيك كنا انتصرنا من هديك الأيام وخلصنا. بس ما في 15 سنة. الرقصة الأخيرة في الليلة الأخيرة. 15 سنة. خمسة عشر سنة. نقيلك أحلى زهرة يا فراشي نقيلك زهرة تلبق الشقة وحشها نسقيني. سمعت آخر الأخبار؟ هات شو شو في؟ لك عم بيقولوا اليوم مدري امبارح ما بعرف لما فوتوا المساعدات على مخيم اليرموك. الناس شو عم كلها طبخت مع بعض البعض، يعني ما في أنانية، لكن الناس لبعضها. لك هذا خبر بنسمع اليوم. يا سيدي هي الأنانية إذا بنخلص منها هي أول خطوة باتجاه الانتصار. طيب شوف أنا طالع الحقني جاي عم بحكي شغلة. شد الهمة وتخبرني أخبار حلوة دائما. ماشي ماشي. لا إن شاء الله أخبار منيحة. يلا باي. في مثل هذا اليوم كان هناك مطر يهطل، لم يكن ماء، إنه أمل. نعم لم يفت الوقت بعد، إن قمة الليل قبل الفجر ثوانا. 2014. بقلي الشعرة على شعرة.